اهلا بيكم ورجعناكم تاني ومعانا نجم مشهور اسمه حمو ريكا. اهلا بيك يا حمو. اهلا وسهلا بيك. النهارده حمو بيكا هيكلمنا عن الانجازات اللي عملها في حياته. يعني ايه عمجازات؟ انا مش فاهم يعني كلمة عمجازات ده. اسميها انجازات مش عمجازات، الحاجات اللي عملتها كويس في حياتك يا حمو. فهمت السؤال ده. انا برقص؟ لا لا لا، قصدي انا بغني. انت خريج كلية ايه يا حمو؟ كلية ابتدائي. هو في حاجة اسمها كلية ابتدائي؟ الجمهور عايز يعرف انت ازاي اشتهرت كده بسرعة. انا كنت بسهر كتير، ومرة في يوم سهرت 5 مرات، وصار اللي شهرني كده يعني. وعلى سهرة في سهرة في سهرة بقيت مشهور. انا زي ما شايفنا ده مشهور انا هو كده. يعني انت على كده بتفهمنا ان اي واحد بيسهر على كده هيكون مشهور زيك صح؟ امال انا مش بقول اي كلام على كده يعني. وبس كنت لما صغير يا حمو كنت بتشتغل ايه؟ كنت بشتغل في فرشة غني. احمس ايه كمية الهبد بتاعك ده؟ مفيش كلمة قلتها صح يا بيه، حرام عليك، انا اعصابي تعبت والجمهور بدأ يميل من الشاشة. ارحمني بقى ارحمني. انا نسيت، انا قصدي كان مرة ورشة مخلوطة. ولا مخلوطة ولا مخلوطة، انت هتكلم صح ولا هنطلعك برا؟ خلاص انا هتكلم صح، انا كنت بهزر معاك دلوقتي. ايه اكتر شخصية يا حمو تحب ان تكون زيها؟ انا حابب شخصية ماكتلو دانسون. اسمها مايكل جانسون يا متخلف. كم دولة يا حمو رحتها عشان تغني فيها؟ رحت 73 دولة. 17 دولة. خلاص خلاص مفيش، رحت منوفيا بس. عايزينك يا حمو نتكلم عن التعليم وازاي نطور التعليم عندنا في مصر. هم لازم يعملوا أول حاجة إن يحطوا الأغاني بتاعتي في الكتب. وهنضطر إلى انتهاء الحلقة بسبب المتخلف وكلامه الكذب، ونعتذر للجمهور. يلا قوم من هنا يا متخلف.